السلام عليكم ورحمة الله، معاكم أحمد عادل وأهلا بكم. ده اللقاء الثالث في التدريب على استخدام برنامج مايكروسوفت أكسس في بناء قواعد البيانات، والنهاردة إن شاء الله هنبني مع بعض خطوة بخطوة قاعدة بيانات بسيطة نحط فيها معلومات عن الأساتذة المتخصصين في الهيدرولوجي في الولايات المتحدة. اتفقنا المرة اللي فاتت إن هو ده المنهج اللي هنمشي عليه في البناء خطوة بخطوة، فهنبتدي دلوقتي. أول حاجة معانا إن إحنا ننشئ ملف قاعدة بيانات. تعالوا هنفتح الاكسس ده، الفيرجن اللي هو 2016. بيبتدي بيفتح معانا، بيدينا كميه كبيره من التمبلتس، بتوفر مجهود كبير في بناء قاعده البيانات. لكن تعالوا هنبتدي ببلانك، يعني واحده فاضيه. بيدينا المكان اللي هنسيف فيه، فاحنا هنقبل ماشي، مفيش مشكله المكان ده. زي ما قلنا ان احنا بعد ما هنبدأ ملف قاعدة البيانات هنلاحظ حاجة، ان هو لما فتح ادانا تيبل فاضي مفيهوش داتا ومفيش حاجة تانية غير التيبل. الحقيقة السبب في كده ان مفيش قاعدة بيانات غير وفيها اقل شيء خالص جدول واحد، فهو علشان يجنب اليوزر انه يبني قاعدة بيانات ملهاش معنى، فدايما هو فرض عليك كده في الاول انك تبدأ بجدول. لو نحب نبص كده هنلاقي ان مجموعة القوائم اللي هي اللي فوق بتاعة الاكسس عددها اقل من اللي احنا متعودين عليه في الوورد وفي الاكسل، حيث ان هم يعني احنا لو قفلنا دي هنلاقي ان هم اربعة بس بالاضافة للفايل. هنلاقي ان عندنا هنا القايمة دي زي التيبل اوف كونتنتس. كل ما هننشئ شيء هيقعد يتكون هنا، ونلاقيها جنبينا تيبل اوف كونتنتس شبه بتاعة الارك جي اس. فتعالوا نبدأ مع بعض. التانية خطوة قلنا اللي هي هننشئ جداول البيانات العامة، اللي هي قاصدين بيها هنا الأربع جداول دول، اللي هم البلد اللي منها الدكتور، والبوزيشن الدرجة العلمية اللي هو فيها، والجامعة اللي شغال فيها، والولاية. الأربع جداول دول فيهم بيانات احنا كنا وصفناها، اللي هي المجموعة اللي باللون الأصفر دي، اللي هي البيانات اللي ما هياش حرة، يعني أسامي الجامعات هي أسامي يعني معلنة ومحددة ولازم تتكتب زي ما هي، ولو حصل أي فرق عن الاسم الحقيقي للجامعة بيبقى ده خطأ في إدخال البيانات. بينما الداتا التانية اللي هي لونها على أزرق هنا، دي بيانات حرة، ممكن الشخص يبقى له أي اسم بأي سبيلنج هو عايزه، وكذلك الإيميل والبيج. فحرية الكتابة والمرونة في المجموعة اللي بالأزرق أكبر، فإحنا هنبدأ بالمجموعة اللي في الأصفر دي لأنها الأسهل. المنهجية هنا إن إحنا هنعمل جداول فاضية، آسف، جداول هنحط فيها داتا عن كل البدائل أو كل الفضاء البدائل المتاح لكل واحدة من دول. فبالنسبة للجدول بتاع مثلا الكاونتريز البلاد، هنحط جدول نحط فيه قايمة بكل أسامي البلاد اللي في الدنيا، بحيث اليوزر بتاع قاعدة البيانات هيبقى دوره هنا إنه يسلكت من خلال كومبو بوكس، دي له قايمة يختار منها اسم الدولة، وجدول تاني هيختار البوزيشن والستيتس واليونيفرستي. فهنبدأ بداية هنبدأ بإنشاء الأربع جداول دول بالأصفر، وبعدين هننتقل لتعريف المعلومات اللي بالازرق اللي هي اسم والايميل والصفحه الخاصه بالاستاذ، وهنخلي في الاخر اخر حاجه الكورسز والريسيرش، لان ديت فيها شويه يعني مجهود او يعني مركبه شويه، ان زي ما قلنا قبل كده ان دي ميني تو ميني ريليشن شيب، فهنحتاج نبني جدول ونبني جدول وسيط، فخليها في الاخر نكون عرفنا بعض المعلومات من التجربتين الاولانيين. فتعالوا نبدا. هنفترض دلوقتي ان احنا عايزين نعرف مثلا الجامعات، عملنا سيرش بسيط على الجامعات في الولايات المتحدة، فادينا الصفحة دي اللي فيها ادي قايمة بكل الجامعات اللي في امريكا. هيبقى الدور بتاعنا ببساطة ان احنا هنعمل سيلكت للجدول كله، تمام، من الاخر. تمام،
تمام كده، وناخد منها كوبي، نروح على الاكسل وناخد صفحة فاضية، وبنيجي نعمل بيست سبيشال من هنا، ونقول له نسخنها كأنها تكست، هنلاقيها جات لنا بالتنسيق ده. تمام كده العمود ده هو اللي فيه الجداول، هو اللي فيه اسامي الجامعات، ناخد نسخة منه. بس خلينا دلوقتي احنا لسه ما عملناش الجدول، فهنيجي من قائمة كرييت. كرييت دي هي اللي نقدر ننشئ بيها الاربع اجزاء الاساسية اللي احنا اتفقنا عليها، التابلز، الكيوريز، الفورمز، الريبورتس. وقلنا برضو ان في ماكروز ممكن تتبني، يعني بنعمل بالفيجوال بيزك اوف ابلكيشنز. فهنبدا بالتيبل، لو دوسنا رايت كليك هنلاقي عندنا هنا طريقتين نبني بيهم الجدول. طريقه الداتا شيت فيو اللي هي نشوف فيها الجدول زي كانه اكسل، ولو دوسنا دبل كليك على الهيدر بتاعه فوق نقدر نغير اللي مكتوب. واول ما هنيجي على الجنبه دوت، هو راح ادانا البدايل دي الداتا تايب المختلفة. دلوقتي هو فاهم ان انا طالما اتحركت يمين ده لسه ما بقاش عمود، ما بقاش فيلد، ما بقاش معلومة احنا عايزين ندخلها. فدلوقتي احنا لما نيجي نعرف المعلومة، اول حاجة بيبقى هي ايه نوع المعلومة؟ هل هي شورت تكست، يعني كتابة بعدد اقصى اظن 250 حرف او 255، ولا هيبقى رقم، ولا هيبقى عملة، ولا ايه يعني التنسيقات المختلفة اللي احنا شايفينها دي. فبما ان احنا دلوقتي بنتكلم على اسم الجامعه، فهو الشورت تكست هيكفيه. فلو اخترنا الشورت تكست هنا بقى بيدينا دلوقتي ان احنا ايه نكتب كده. كده هو عارف خلاص ان احنا عندنا عمودين، عمود اسمه يونيفرستي اي دي وعمود اسمه يونيفرستي نيم. نقدر هنا ندوس، هنيجي كده دلوقتي وهنعمل بيست عشان نلزق العمود اللي احنا نسخناه. بس الفكره نلاحظ ان هو هنا ما سالناش في العمود الاولاني تحبوا يبقى الداتا تايب بتاعه ايه. السبب في كده ان قاعده عامه اي جدول في الاكسس بيبقى ليه مفتاح، يعني زي كده رقم مسلسل بالعربي 1 2 3 4، وبعدين يمتد بقى يمينه الداتا. الكي دوت الطبيعي بتاعه ان هو بيبقى حاجه اسمها اوتو نمبر، يعني هو لوحده بيقعد يعد. وتعالوا بقى نشوف، يعني هناخد نسخه من دي دلوقتي وهننسى هنلزقها هنا. احنا هنا هنحط الداتا، بس هنلاقي ان الداتا بتاعت العمود اللي هو الاي دي ده اتعملت لوحدها لان هي اوتو نمبر. تمام 1817 جماعه عقبالنا. فادي الارقام اتكونت لوحدها عشان هي النوع بتاعها اوتو نمبر. انما لو كان ليها اي نوع تاني كنا لما نعمل بيست هنا مفيش حاجه هتتكون معانا في العمود ده. طيب نقدر دلوقتي نسيف دوت. تمام نقدر نقفله. دلوقتي احنا عملنا اول جدول عندنا في قاعده البيانات اللي هو الجمع دوت ده. كده احنا ايه عملنا الجدول دوت. نقدر بعد كده ننتقل لبقيه الجداول عشان ما نضيعش وقت. بالفعل انا كنت عملت الكوبي بيست للانفورميشن، فخلاص احنا ممكن بقى دلوقتي نكتفي ان احنا نعمل جدول جديد. تعالوا بقى نعرف الجدول بالطريقه الثانيه اللي هي ديزاين فيو. بيقول لي اختار اسم الجدول، هنقول مثلا ولايات. هنا الطريقه دي بيسمح لنا نعرف بيها الفيلدز او انواع المعلومات اللي بتكون الجدول بالشكل المختلف اللي احنا شايفينه ده. فهنا الاي دي بتاع العمود هنسميه مثلا ستيت اي دي، وادي الاوتو نمبر. في هنا في فرصه ان احنا نغير النوع لو احنا لسبب ما عايزين نعدله، هنشوف السبب ده هيجي معانا ان شاء الله في الفيديو، لكن هنسيب دي اوتو نمبر. ودلوقتي احنا اتفقنا ان احنا ممكن ناخد اسم الولايه كشورت تكست لان هيبقى عندنا 255 حرف هيكفوا يعني ان شاء الله. فندوس سيف نقدر نقفل. كده احنا بقى عندنا اليونيفرستي والستيت، فاضل البوزيشن والكاونتريز. يعني ربما هنيجي على البوزيشنز، ادي المجموعه اهي. بس لو خدتها كوبي وجيت رحت هنا
انا في الـ على خلاف الداتا شيت فيو، في الديزاين فيو ما بعرفش اعمل بيست الحاجه، مش حي ما فيش بيست هنا يعني. فهنستخدم الديزاين فيو بس لتعريف الفيلدز، وبعدين نروح للداتا شيت فيو. يس هنسيف. ايوه نروح للداتا شيت فيو عشان نحط الداتا. تمام، اخر مره ممكن نسيف في الاول، او لو هو سالنا او ساعه لما يقول لنا يعني. طيب هل لازم نغير ونخلي كاونتري اي دي يعني بدل اي دي؟ لا عادي جدا، هي للتسهيل. هنلاحظ ان كل الناس يعني بتميل هنا للتسهيل في كتابة الاسامي، لان كل قاعدة البيانات لما هتكبر هيبقى في حاجات كتيرة. فالاسهل يعني نلاحظ حاجة هنا على الشمال، زي ما قلنا ان ده التيبل اوف كونتنت، احنا متفقين ان في اربع اجزاء رئيسية اللي قلنا عليها، اللي هي جداول وكيوري وفورم. هنلاقي هنا هو عمل تصنيف اسمه تيبلز وحط الجداول تحتيه. لما هتشوفه كمان شوية نبدأ ننشئ الاشياء التانية، هيروح هيعمل تصنيف تاني ويحط تحتيه وهكذا، هيبقى هنا كل البداية. ورغم ان هي واضحة هنا ان دول شكلهم جدول وتحت الجدول، الا ان في ناس كتيرة اللي هم ناويين يعملوا حاجات متقدمة ويبقى فيها برمجة ممكن او حاجات زي كده، بيفضلوا ان هم يجوا قبل يعني بيسموا الحاجة، يحطوا لها مثلا كده التلات حروف دول مثلا مؤشر ان ده جدول. لان لما هتبتدي بقى تخش في مرحلة البرمجة المتقدمة والحاجات دي، بيبقى محتاج ان الواحد يسهل على نفسه تسمية الحاجات. فيعني فرصة نعرفها من دلوقتي عشان لو احتاجنا لها في المستقبل، بيتم تسمية كل حاجة، كل حاجة من دول بيتم اختيار يعني ثلاث حروف كده يمثلوها في الأول، يبقى قدامها. تمام، نلاحظ إن زرار سيف مش أكتف رغم إن إحنا عملنا شغل كتير، ده لأن قواعد البيانات بتسيف نفسها أوتوماتيك. تمام، دلوقتي إحنا عملنا الثلاث خطوات دي، انشأنا الجداول العامة واضفنا ليها البيانات. نروح دلوقتي نعمل الجدول بتاع السكولرز او الاساتذة، وده زي ما احنا شفنا ده اللي بيرتبط بالجداول التانية. لو نفتكر ان الجدول ده هو اللي هنلاقيه في الاخر متوصل ببقية الجداول، لان هي دي هتبقى قاعدة البيانات بتاعتنا. طبعا بيختلف تصميمها، يعني بيختلف تصميم كل قاعدة بيانات، دي مهنة كاملة يعني. تعالوا بقى نبص، احنا كنا مختارين شكل المعلومات اللي جوه كنا ايوه ده دي الحاجات اللي احنا قلنا هنحطها في الجدول. ادي العناصر المختلفة، السكولر اي دي خلاص. وبعدين نلاحظ ان كل الحاجات التانية هي يا اما داتا هتخش مباشرة في الجدول بتاع السكولرز زي اللي بالازرق، او داتا هيتم استدعائها لملو الجدول بتاع السكولرز زي اللي بالاصفر او بنفسجي. فتعالوا دلوقتي احنا اخترنا ناشوناليتي، سيبنا لها شورت تكست لان احنا هنربطها بالجدول بتاع الكاونتريز، الداتا طبيعتها شورت تكست. تعالوا نكمل الجداول، نلاحظ ان هو حتى من غير ما يختار الديفولت بتاعه شورت تكست. تمام، طيب احنا اتفقنا ان هنخلي في امكانية لليوزر انه فقط يسلكت الفاليو المناسبة من أي جدول من الجداول دي. هنعمل الحكاية دي ازاي؟ هنلاقي لو وقفنا عند أي واحد من الجداول اللي هنا،
هنلاقي تحت هنا جنب كلمة جنب جنرال في تاب تانية اسمها لوك اب. لوك اب ولوك اب دي زي الفانكشن بتاعت الاكسل، يعني يجيب الداتا منين. فهندوس عليها ونختار كومبو بوكس. بيقول لي السورس بتاع الداتا بتاع الكومبو بوكس اللي هي الليسته اللي هتنزل دي يجيبها منين. هنقول له من جدول، وتعال ندوس على اللي بعده. هو معلش احنا كنا اخترنا ديت دي اللي هي بتاعت الناشوناليتي، تمام. ف هنختار الكونتريز، مجرد هندوس دبل كليك هنا. هنرجع تاني ونكررها في بقيه الجداول بس، وهنشوف يعني. هنلاحظ ان هو لما احنا عملنا السليكشن ده كتب لنا سطر كده، السطر ده مكتوب بلغه الاس كيو ال، ودي لغه برمجه. لكن الحمد لله في الاكسس احنا مش محتاجين نعرف اللغه دي بالتفصيل. طبعا الناس الادفانسد اللي بيعملوا حاجات يعني كبيره قوي بيستخدموها، انما احنا بالنسبه لنا في الاستخدام ده ادينا شفنا هي اتكتبت لوحدها. تعالوا بقى نشوف اللي احنا عملناه ده لغايه دلوقتي شكله بقى عامل ازاي. ادي الجدول ده الاستاذ لغايه دلوقتي اللي احنا عملناه. هنلاحظ ان هو دي العناصر اللي احنا دخلناها، احنا عدلنا جدول واحد بس اللي هو بتاع الناشوناليتي. الجداول اللي ما اتعدلتش هنلاحظ ان في امكانيه ان احنا نكتب هنا زي ما احنا عايزين، تمام، اي حاجه. بس ده مش اللي احنا طلبناه، احنا طالبين ان احنا هنختار من الجداول الاربعه دول. تعالوا بقى اللي احنا ظبطناها نشوف بقى. مدينا قائمه هنا منسدله تقدر تختار الكلمه على طول، مفيش يعني بحيث ان قاعده البيانات دي اي قاعده بيانات بطبيعتها انها تبقى متاحه لعدد كبير من الناس يكتبوا يعني. فوارد ان حد يكتب الكلمه بحرف غير الكلمه واحد تاني فالدنيا تتغير يعني. فالمهم كده احنا بس خدنا فكره ايه الفرق ما بين لو احنا سبناها او لو ربطناها بالجدول، تمام. هنمسح السطر ده لان مفيش داتا احنا عايزينها للتاكيد. نعم، نروح بقى للديزاين تاني وهنكرر نفس اللي عملناه مع بقيه الايه العناصر. ممكن سواء وقفنا عند دي او عند الوصف بتاعها، في الحالتين واحد، لان هو فاهم ان ده اسم الفيلد وده الوصف بتاعه فمش هتتغير من تحت. هنعيد تاني وهنختار من القائمه ديت الكومبو بوكس. هنا بيسالك انت عايز مصدر الداتا يكون ايه. احنا في الحاله بتاعتنا المصدر بتاعنا هنبقى من هنا، هنختار التيبل. ممكن جدا تمشي بقى وراها خطوه بخطوه وتكتب يعني انا عايز بقى الجدول الفلاني وهكذا. لكن تسهيلا احنا هنكتفي مش هندوس على القائمه دي، هندوس على الثلاث نقط دول. وهنا ظاهر عندنا الجداول، هندوس دبل كليك على البوزيشن لان ده اللي احنا عايزينه وندوس دبل كليك هنا. تعالوا بقى نبص ايه اللي بيحصل لما بندوس دبل كليك. الشاشه اللي احنا شايفينها دي شاشه الاستفسار، وهنبص فوق هنا كده في الحته الاحمر الغامقه دي هنلاقي كلمه كيوري. دي يعني استفسار او سؤال او استجلاب معلومه. لما بندوس عليها زي ما شفنا قال لنا استدعينا احنا الجدول ده، يعني احنا بنقول له احنا هنعوز داتا من الجدول ده. فلما دوست دبل كليك على البوزيشنز اللي هو الفيلد اللي فيه الكلمات اللي احنا عملنا لها بيست، راح فهم وكتب لنا هنا كتب ايه. يبقى انت عايز داتا من التيبل اللي اسمه تيبل بوزيشنز، الفيلد او العمود اللي اسمه بوزيشنز، وعايز الداتا تبقى باينه ومقروءه. لو قفلنا هنا يقول لي سيف، اقول له ايوه كده. وادي السطر اللي بالكود كتبناه. تعالوا نروح للداتا شيت فيو. بيسالنا دايما بيسال سيف، عشان كده هو مش دايما بيبين الزرار سيف. تعالوا بقى نشوف البوزيشنز اتغيرت بقت عامله ازاي. اهي تمام، بقت الاربعه دول بس، تمام. تعالوا نكتب احنا اي حاجه كده مختلفه من عندنا ونشوف هيوافق عليها ولا لا. وافق عليها. طيب هل دي حاجه احنا عايزينها؟ احنا عايزين ما نسيبش مجال، عشان كده اصلا احنا عملنا الاوبشن ده. طب تعالوا ازاي نشوف ازاي نخليها ما تقبلش التعديل، تمام. خلينا نمسح الداتا اللي دخلناها دي. لو من هنا بالرايت كليك هنقول ديليت. يس، تعالى نروح للديزاين. هنا الحاجات اللي تحت دي فيها التفاصيل بتاعت اللي بتتحكم في طريقه ادخال الداتا وكل حاجه.
هنلاقي واحده فيهم هنا اسمها ليميت تو ليست، يعني يقصر الداتا على اللي في القايمه، فهي معموله نو. لو عملناها يس، تعالوا بقى نروح للداتا شيت فيو، يس انا سيف، تعالوا بقى في البوزيشن ونكتب اي حاجه تانية، رفض، تمام، وهكذا. يعني هو بيشترط ان لازم تبقى واحده من دول. فنبص نلاقينا دلوقتي ان احنا بالقوائم دي بقى قدرنا يبقى عندنا ايه، نقدر نكمل بقيه الداتا. بس تعالوا مع بعض ايه، نمسح نكمل. هنا تاني رجعنا للكيوري، واحنا هنا نقدر نحدد البدايل اللي بتنزل من القايمه المنسدله. في الحاله بتاعتنا الموضوع سهل، ان احنا الداتا متجمعه في جدول واحد، لكن مفيش ما يمنع ان لو الداتا متفرقه على اكتر من جدول، ممكن من خلال التحكم في المجموعه هنا، يعني مثلا تقول ده مع ده مع ده. الكيوري ده يعني حاجه مرنه جدا، بيسمح لك تحدد الجداول اللي انت عايز تطلع منها الداتا واسامي الفيلدز، لان هنشوف الجداول ممكن يبقى فيها اعمده كتير. يعني مثلا تقول جدول السيارات، هتلاقي فيه بقى يعني اعمده للموتور والازاز وحاجات كتيره جدا. فانت تقدر تحدد الجدول من هنا والخاصيه اللي جوه الجدول. وبتقدر كمان هنا برضو حاجه مهمه قوي، الكرايتيريا. يعني لو افترضنا مثلا ان احنا بنتكلم هنا على على مثلا ايه، الجامعات مثلا، فانا ممكن اقول له الجامعات اللي اول اللي تبدا بكلمه يونيفرستي اوف مثلا، تمام، او الجامعات اللي فيها كلمه ستيت، وهكذا. فانت في امكانيه للتحكم في اسامي كل حاجه، فالكيوري ده يعني مرن جدا. احنا كنا اوف الاستيت، نرجع تاني نختارها. هي احنا اللي مريحنا ان القاعدة البيانات اللي احنا بنبنيها هنا سهلة، وناخد اخر حاجة اللي هي اسامي الجامعات. دلوقتي ادي كل الحاجات اللي احنا كنا عايزين نعرفها الظاهر ان انا عملت حاجة غلط في الديفاين بتاع الاستيس، عشان كده مش جايب حاجة. لا ده انا ما عملتش البيست، ايوه، يعني كده الداتا ما جاتش في الجدول الخاص بالاستيتس. لازم سيف. اهو كده تمام، بقى عندنا نقدر نختار اللي احنا عايزينها. انا دلوقتي بكتب بالكيبورد، لقيت يعني بيسهل علينا وبيقرب من الدولة اللي احنا ايه عايزينها، فده تسهيل لادخال الداتا يعني، تمام. كده احنا انشأنا جدول الاساتذه، ونبص على انواع البيانات. كنا نقصد هنا اللي هي ان احنا ناخد فكره عن الفروق ما بين الفورماتس المختلفه للداتا. شفنا الشورت تكست واللونج تكست، هي زي الشورت تكست زي الشورت تكست، بس بتسمح بكتابه اطول. النمبرز طبعا مفهومه، الديت ان تايم دي بتبقى تاريخ، دي ممكن لو عايزين نخليها يعني تاريخ التسجيل او حاجه زي كده. العملات اوتو نمبر دي شفناها في اللي هي الكي كي فيلد، يس او نو، هي لو فيها تو اوبشنز.
او لي اوبجكت تقريبا. لو هنستورد ملف اتاشمنت، لو هنستورد ممكن صوره، يعني احنا ممكن نجيب صوره للاستاذ او حتى ملف، ممكن يكون ملف. احنا قلنا في الاخر عايزين اليوزر يقول رايه، فممكن نخليه يقول رايه في فورمات او في فورم او ملف وورد لو هو عايز، ويعمل له اتاش على طول هايبر لينك. لو عايزين مثلا نحط الويب بيج بتاعت الاستاذ ديت كالكوليتد، المايكروسوفت اكسس في امكانيه زي نوعا ما يعني من الاكسل، اللي هي ايه، ممكن تكون مثلا لو قلنا الراتب، او يبقى هو بيحسبها، ياخد الراتب الاساسي زائد نسبه ما في حوافز في حاجه زي كده ويقدمها لنا يعني ايه، ويبقى دي فنعرف ان في عمود القيمه اللي فيه محسوبه يعني. لوك اب ويزارد هي لو اخترناها هنبقى تقريبا بنعمل نفس الخطوات اللي احنا خدناها لوك اب من هنا، فبتعرف الجدول ده بدلالة جدول تاني. تمام؟ ما ينفعش اعمل رينيم وهو مفتوح، كل حاجة لازم نقفلها. بعدين لو عايزين نعمل ايه رينيم لأي حاجة. تمام؟ دلوقتي بقى نشوف الخطوة اللي جاية، ان احنا احنا خلاص عملنا العلاقة بين الجدول دوت والجداول الفرعية. عايزين تعالوا دلوقتي احنا اضيف السكولر نيم والايميل والويب بيج. هنيجي على التيبل بتاع السكولر ونفتحه في الديزاين. انا عايز اضيف ان احنا نكتب اسم الاستاذ، وعايزه يبقى ترتيبه بعد الاي دي بتاعه على طول. فانا هاجي من هنا رايت كليك واعمل انسيرت رو، اداني سطر فاضي. تمام، تمام. واجي هنا هي بقت شورت تكست. طيب انا دلوقتي عايز اعرف مثلا ويب سايت. الويب سايت هنختار له اكستنشن ايه، الهايبر لينك. واخر حاجه معانا ايميل، اظن شورت تكست تكفي يعني، الا بقى لو احنا عارفين الناس ايميلاتها يعني طويله شويه، فممكن ساعتها ناخد الايه اللونج تكست. دلوقتي احنا لو فتحنا هنلاقي ان السكولر نيم مفتوحه قدامنا، هي ترتيبها الثاني بعد الاي دي، وهنلاقي اخر حاجتين اللي هم الويب بيج و الايميل. وهنلاقي حاجه ان احنا لو بدانا نكتب هنا هنلاقي لونه كده مختلف عن لو جينا نكتب هنا اسود وهنا ازرق، لان هو شايف دي هايبر لينك، وهنلاقي الماوس لما بيجي عليها بتاخد على طول الشكل ده، كانه عايز ايه يعني يفتح ويب سايت، بس طبعا المكتوبه مش مظبوط يعني. تمام، ننتقل بقى دلوقتي لل العنصرين اللي فاضلين اللي هم الكورسز والريسيرش انترست. ودول زي ما احنا اتفقنا قبل كده، دول هيبقوا هنحطهم في جدولين تانيين، بس هيبقى العلاقه هنا علاقه ميني تو ميني، فهيبقى في امكانيه ان نفس الاستاذ يبقى ليه كورسات كتير. نلاحظ ان كل الداتا اللي احنا دخلناها لغايه دلوقتي بيبقى فيه شيء اجابه واحده لكل استاذ. عايزين بقى دلوقتي نسمح ان الشخص الواحد يبقى ليه اكتر من كورس وهكذا. فتعالوا نشوف هنعمل الحكايه دي ازاي. احنا كنا شرحناها في الفيديوهين اللي فاتوا، فاحنا هننفذ هنا على طول. احنا قلنا الحكايه دي بتكون عن طريق ان احنا عندنا هنا هيبقى زي كأن ده الجدول بتاع السكولر الاستاذ، وده الجدول بتاع الكورسز، وقلنا هنعمل في النص جدول تاني اللي هو ايه للربط بين الاتنين. فهنبدأ الجدول اللي احنا هنعمله للربط ده، هنقولنا اول ثلاث حروف تيبل، وبعدين نحط كلمة لينك، وبعدين نقول هو بيربط بين ايه وايه، مثلا سكولر وكورسز مثلا. تعالوا احنا قلنا قبل كده ان يجب ان يكون في الجدول ده
اتنين كي و اتنين كي وورد كي فيلد مش واحد، وهنقول ان الاتنين هما الجدولين اللي بيربطهم. فهو هيربط ما بين السكولر اي دي وهيربط ما بين الكورسز اي دي. احنا لسه ما عملناش جدول الكورسز، لكن هنا بقى مش هنخليها اوتو نمبر، هنخليها نمبر، وده برضه هنخليه نمبر، لان السكولر كلا الجدولين دول هو الاي دي بتاعه اوتو نمبر. فانت هنكتفي ان يبقى لازم نمبر، وبعدين نيجي هنا ندوس على الاثنين دول ونخلي ده بريماري كي. نقدر نسيف ونقفل. نعمل دلوقتي بقى جدول تاني اللي هو للكورسز. نقدر نسيب نقفل دلوقتي. ازاي بقى دلوقتي نعمل علاقه ما بين الجدول الكورسز والجدول اللي هو ده والجدول اللي هو دوت؟ هنيجي على قائمه داتابيز تول وندوس على ريليشن شيبس ونختار الثلاث جداول اللي احنا عايزينهم، كورسز لينك كورسز بسكولر وسكولرز. تمام، هنعيد ترتيبهم بشكل يعني يسهل علينا تخيلهم. انا عارف ان انا عايز اربط الجدول ده بالجدول ده، وده الجدول الوسيط، ومتفقين من قبل كده ان عمليه الربط هتكون ان البريمري كي بتاع الجدول الاولاني يرتبط بالجدول الثاني بعلاقه 1 تو ميني، وكذلك هنا البريمري كي يرتبط هنا بعلاقه 1 تو ميني. ازاي نعملها بالاكسس؟ بندوس على البريمري كي هنا وبالماوس نشده ونربطه بالكي الثاني اللي زيه في الجدول الوسيط. هو بيدينا هنا ان شاف الاثنين زي بعض، وهندوس علامه صح على الثلاثه دول، وهنشوف كمان شويه ليه كرييت، وهنعيد نفس الكلام هنا تاني. ادي اللي كنا قلناه قبل كده، ان دلوقتي بقى في علاقه 1 تو ميني 1 تو ميني. ديت العلاقه اللي احنا شايفينها قدامنا دي بلغه الاكسس معناها علاقه ميني تو ميني بين الجدول اللي على الشمال والجدول اللي على اليمين. نقدر نسيف ونقفل دلوقتي. هنعيد نفس الكلام علشان نربط جدول السكولر ونعمل له علاقه بجدول تاني للريسيرش انترست. الريسيرش انترست بيبقى في كثير من الاحيان بتبقى سطور طويله، يعني وصف لمشكله ما. فيعني احتياطيا تعال نخليها لونج تكست وهنسميها نيم. تمام، نسيب. فاضل ان احنا نعمل جدول تاني للربط ما بين السكولر والكورسز. تعالوا بدل ما نعمله من الاول ناخد كوبي نعمله بيست. بيقول لك عايز اسمه ايه؟ هنقول ان هو يربط الكورسز بال، ده الاسم اللي احنا عايزينه. بيقول لك عايز الاستراكشر بتاعه بس ولا استراكشر والداتا؟ احنا الجدول بتاعنا لسه ما حطيناش فيه داتا، فهو بالفعل هو عباره عن استراكشر بس. بس ان كيس يعني ان احنا كنا بالفعل بنينا داتا كتير عن الكورسات، لكن انا كل اللي عايزه من الجدول هو فكره ان هو فيه اتنين بريمري كي ومربوطين بكذا وكذا، فكان يكفيني الاستراكشر. في الحالتين دول هي الاجابه واحده. ادي الجدول التاني ظهر قدامنا اهو، بس هنحتاج نغير كلمة كورسز نخليها ايه؟ ريسيرش. كده اتظبط. لا هي إيه، مش مكتوبة ريسيرش، مش ريسيرش عادي. تمام، نتأكد ان العلاقات مظبوطة. ناخد الجدول اللي عملناه جديد والجدول ده هنا. هو الجدول اتعمل لكن العلاقات ما بينه ما اتعملتش، فهنعيد نفس الكلام. هنشد دي هنا ايوه. نقول تعالوا بقى نشوف ليه الثلاث علامات صح ديت دورها. هو في الاخر احنا يهمنا ان قاعده البيانات دي تكون قاعده منطقيه، فما ينفعش مثلا هو اللي بيعمل الابحاث او اللي بيعمل الكورسات هم ناس اللي هم السكولرز،
احنا لو بنملى جداول بس ممكن ينتهي بينا الامر لو احنا ما خدناش بالنا ان نلاقي كورسات مش ملهاش صاحب. كورس ده الكورس اللي اسمه كذا مش متعرف مين الاستاذ بتاعه. فالثلاث علامات صح او ثلاث سيلكشنز دول هدفهم ان يضمن دايما عند ادخال اي كورس او اي ريسيرش جديد ان يكون متعرف له الاستاذ بتاعه، والعكس ان لو انت حذفت استاذ بالتلقائي هيحذف الكورسات بتاعته. يعني فمحتاجه برضو ايه انتباه، يعني ان انت تاخد بالك ان الاستاذ اللي بيتحذف بيتشال معاه كورسات علشان ما يبقاش في كورس ملوش استاذ، ودي تبقى حاجه ضمي وملهاش معنى بالنسبه للكورس. يعني كده بقى عندنا علاقتين ميني تو ميني، وده اللي احنا كنا عايزين نعمله من الاول. تمام، هنكتفي بهذا القدر ان شاء الله النهارده، ان احنا كده بنينا الجداول. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه عن بناء الفورمز ونكمل عملية بناء قواعد البيانات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.